نكمل مع بعض في سلسلة الملخصات التطور ليس علم حقيقي، وبنكمل في تلخيص القسم السابع الرد على حفريات أدعية تطور الإنسان الملخص 199، ونكمل بداية هومو نياندرتال البشر الطبيعي. قدمت سابقا أنه الإسكيمو وسكان أستراليا بهم أيضا صفة عظام الحاجم السميكة لأجل الظروف البيئية اللي عايشين فيها، وعظام أغلظ وأقصر قليلا للأطراف، وعظام فك أكبر وشعيرات دموية أكثر في الجلد، وشعر جسم أكثر، وأنف مدبب، والقفص الصدري ما بين القمع والأسطواني. ولا واحد فينا يقدر يتجرأ ويقول إن هم مراحل تطور، دول بشر طبيعيين. رغم أن هذه الصفات تشبه إريكتس ونياندرسال، بل إريكتس ونياندرسال أقرب من الإنسان الغربي ومننا أحيانا أكثر من سكان الإسكيمو وسكان أستراليا. وزي ما قلت، الإسكيمو وسكان أستراليا لو كانوا انقرضوا من عدة آلاف من السنين، صدقوني كان هيقولوا عنهم مراحل تطور ويقدموا أدلة، بل كانوا هيعتبروهم مراحل تطور أقدم حتى من إريكتس ونياندرسال، لكن لأنهم بشر طبيعيين موجودين وسطينا ما يتجرؤوش يقولوا الكلام ده، رغم إن صفاتهم نياندرسال وإريكتس أقرب مننا عنهم. بل نشر مؤخرا انه تم اكتشاف ان نياندرتال يتناسل مع الانسان الطبيعي زي ما قدمت، ودي واحده من حقائق خلاص ما يقدروش يجادلوا فيها بوضوح الان. فهو مش جنس اخر، ولكن بشر طبيعي بيتزاوج مع سلالات البشر الطبيعيه. فزي ما حاليا عندنا الافريقي والاسيوي والقوقازي، كان موجود نياندرتال واريكتس، تنوع بشري طبيعي، وكانوا كلهم بيتناسلوا معه. للأسف لما بدأوا يتكلموا عنه كمرحلة وسيطة عشان يخدعوا الناس، صوروه بهذه المناظر، إنه اللي تشوفه على طول ده فعلا ده مش إنسان، ده مرحلة تطور. لكن مش ده صورة الحقيقية، ده عملوه بس عشان يعطوا إيحاء إنه مرحلة وسيطة. وزي ما شرحت سابقا، تقدر تعمل أي مكياج على هيكل عظمي وتجعله فيلسوف أو إنسان حجري. اللي قام أول مرة بهذه الخديعة في هذه التماثيل والمناظر دي هو واحد اسمه مارسلين، ده من مؤيدي داروين، وهو اللي قام بهذا الأمر، هو اللي خدع الكثيرين بهذه الصورة المزورة. لكن كتير من علماء التطور قالوا اللي عمله مارسلين ده وغيره هو خطأ. نياندرتال اللي كان يعتقد في الخمسينات أنه هو مرحلة التطور، هو بأكتاف منحنية وركب منثنية بواسطة مارسلين، كلام ده كله تزوير. وهنا نفس الصورة لنفس الجمجمة، تقدر تجعل الجمجمة دي مرحلة تطور كما لو كان إنسان حجري، وتقدر تجعل نفس الجمجمة دي فيلسوف ومفكر وعبقري. إزاي؟ من التعبيرات اللي أنت تحطها، هي نفس الجمجمة ولكن أنت بتشكل الأنسجة إزاي بطريقة خيالية مناسبة لفرضيتك. فتقدر زي على اليمين من نفس الجمجمة تخليه إنسان حجري، أو على الشمال تخليه فيلسوف. الكلام ده مش كلامي أنا، بل اعترف به علماء كثيرين منهم مشاهير جدا، منهم بروفيسور إرنست، ده رئيس المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي سابقا، قال في كلامه عن نياندرتال، فيقول أنت تستطيع بطريقة متساوية أن تشكل جمجمة نياندرتال لتصبح صفات شمبانزي أو معالم فيلسوف. ده علم، ده تزوير، لكن هما بالطبع عشان عايزين يجعلوا نياندرتال مرحلة وسيطة فيصوروه بالشكل اللي يقترب فيه من القردة. الكلام ده قاله بروفيسور إرنست في كتابه ارتفع من قرد، وشرح قال كما قلت أنك تستطيع تجعل من جمجمة شمبانزي أو فيلسوف، وقال إن هذا يتم عن عمد لتضليل العامة. عشان كده ينصح دكتور إرنست أنه الناس لا يثقوا على الإطلاق بما يقدم كأشكال في المتاحف والكتب والمجلات. اللي بتشوفه في المتاحف ده ريبليكا، ده صور بيصنعوها هم براحتهم، مش ده اللي لقوه. عشان كده باعتراف أكبر أساتذة الحفريات أن هذا يتم للتضليل العام ولخداعهم أن هناك مراحل تطور، وعشان يخلوا نياندرتال من تنوع بشري طبيعي إلى أنه يجعلوا منه مرحلة وسيطة ليس لها وجود أصلا. فطالما نياندرتال عرفنا باعترافات العلماء أنه إنسان طبيعي ليس مرحلة وسيطة، وقبله إريكتس عرفنا أنه هو مرحلة وسيطة وغيره، وعرفنا ما قبلهم كلهم قردة، ما فيش أي مراحل وسيطة، يبقى الإنسان ما جاش بالتطور بمراحل وسيطة لأن ما لهاش وجود. يبقى الإنسان بتصميم مميز، جه من فين؟ أتى بالتصميم والخلق. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع لموضوع التفصيلي في موقع دي أرغالي.com بعنوان بداية هومو نياندرتال البشر الطبيعي.